طيب احنا شباب المره اللي فاتت كنا خلصنا الجي بيج صح، كان حاجه فيري انترستينج يعني، وشفنا ازاي بالكواليتي فاكتور ممكن ان احنا الفايل سايز بتاعنا يكون بكواليتي عاليه وبسايز كبير شويه ريلاتيف، لو كومبيرد لو انا خليت سمحت ان الكواليتي تقل قوي ممكن انزل بالفايل سايز بشكل كبير صح. كانت الفكره الاساسيه اسالكم كانت ايه هي الحته اللوسي، كانت ايه هي الحته اللوسي في الجي بيج يا شباب؟ كوانتايزيشن بالظبط كده، الله ينور عليكم. طب وكان ايه هي الكرايتيريا اللي كنت بقيس بيها الكواليتي فاكرينها؟ كان اسمها ايه؟ بيك سيجنال نويز ريشيو، الله ينور عليك. بيك سيجنال نويز ريشيو كنا بنعمل ايه؟ كنت بشوف النويز كان ايه الديفينيشن بتاع النويز؟ النويز اللي هو الديفرنس ما بين الصوره الاصليه والصوره الريكونستراكتد بعد الانكودينج والديكودينج صح كده؟ طيب ده كان بالنسبه للجي بيج. كانت بقى التريك الاساسيه اللي خلتني ان انا اعمل كوانتايزيشن وكده هي ان انا اتنقلت الدومين اسمه انهي دومين يا شباب؟ عملت انهي ترانسفورم؟ ديسكريت كوساين ترانسفورم صح؟ فانا اخترت ان انا انقل السيجنال بتاعتي او الايمج بتاعتي او البلوكس اللي منتميين للايمج دي لدومين تاني. الدومين التاني ده عرفت ان انا ريبريزنت فيه البلوك كويس، بدل ما هو كان 8 في 8 بيكسلز محتاج كل البيكسلز دول، لقيت ان انا لما اودي الكلام ده للدومين اللي اسمه دي سي تي دومين ان الفاليوز بتاعتي الفاليوز بتاعت الترانسفورم كوفيشنتس بتوعي لقيتهم ان هم متركزين في حته في عدد قليل من الكوفيشنتس صح. وبالشكل ده عرفت ان انا اعمل ايه؟ عرفت ان انا اجنور بقيه الايه يا شباب؟ عرفت اجنور بقيه السامبلز بتوعي او بقيه ال 64 دول. وكده عملت بقى شويه lossless compression techniques صح؟ يعني زي ايه مثلا؟ زي ان انا عملت entropy coding صح؟ جبت التيبلز بتاعتي بس بدل ما اعمل هافمان تيبل كبيره رحت عملت ايه؟ قسمتهم جروبس كانهم جروبس صح؟ وكل جروب منهم كنت هي بديها كود وبعد كده بشوف انا جوه انهي كاتيجوري، سميناها كاتيجوريز، جوه انهي كاتيجوري من الكاتيجوريز بتاعتي دي. طيب احنا خلينا نقول كانت ايه الفكره الاساسيه عموما في الكومبريشن لو احنا كده نشوف كده البروجرس بتاعنا. بالنسبه لللوسلس كومبريشن، انا كنت بحاول اريبريزنت السيجنال بتاعتي بشكل احسن. يعني انا كان عندي سيمبلز، السيمبلز دول الاول كنت عمياني كده باساين مثلا السيمبل الاولاني اول زيروز، السيمبل الثاني اول زيروز وفي الاخر 1، السيمبل الثالث زيروز وبعد كده 1 0 كويس؟ وبالتالي ما كنتش حاطط في دماغي الفكره بتاعت الريبيتيشن صح؟ بتاعت الفريكونسي بتاعت وجود كل سيمبل عندي. فهي كانت القصه بتاعت اللوسلس كومبريشن هي فكره ان انا ازاي اريبريزنت السيجنال بتاعتي، ازاي اريبريزنت السيجنال بتاعتي ان ترمز اوف زيروز وونز بشكل بحيث ان هو يقلل الفايل سايز في الاخر تمام. الاعتماد الاساسي في القصه بتاعت اللوسلس كومبريشن كان الاعتماد الاساسي على الفكره بتاعت الريبيتيشن بتاعت الفريكوانسي، في حاجه بتتكرر كتير وحاجه بتتكرر قليل ماشي. طيب ده كده بالنسبه لللوسلس كومبريشن. فكره الريبريزنتيشن برضو ان انا ازاي ريبريزنت السيجنال عملناها في الران لينث كودينج فاكرين لما قلت ان انا لو انا عندي ستريم اوف زيروز في الاخر كتير كده ما تقولش ما تعملش انكودينج لكل واحده منها لوحدها، لا قول ان دول 7 زيروز 8 زيروز 9 زيروز، ولو انت كان عندك بلوك وفي الاخر كله زيروز شيل الكلام ده كله واكتب في الاخر ان ده اند اوف بلوك تمام، قول الكلام ده اند اوف بلوك تمام. فبرضو مره ثانيه ريبريزنتيشن وديت لها كود معين قصير لان الكلام ده بيتكرر كتير. طيب اجي ابص على الحته بتاعت اللوسي كومبريشن. الحته بتاعت اللوسي كومبريشن كانت بصه كنا بنفكر فيها ففي حاجتين كونتريبيوتد بشكل اساسي في القصه بتاعت اللوسي كومبريشن. الحاجه الاولانيه هي اللعبه على البرسبشن بتاعنا، راينا احنا في الصوره ايه كويس او راينا في الصوت ايه تمام. فهي في الاخر بتعتمد على ان احنا لينا كابابيلتيز معينه ولينا بيرسبشن معين، ما نقدرش ان احنا نشوف الفروقات مثلا ما بين البيكسلز اللي جنب بعض لو في فرق بينهم 1 بت مثلا يعني كويس. فاحنا بنعتمد على هو انا عيني بتشوف ازاي او وداني بتسمع ازاي كويس. النقطه الثانيه ان انا مش باينري،
يعني انا مش بشوف الحاجه او مش بشوفها، لا انا ممكن اشوف حاجه بكواليتي عاليه، ممكن اشوف حاجه بكواليتي اقل، ممكن اشوف حاجه بكواليتي اقل خالص، ممكن اشوفها جراي، ممكن اشوفها ابيض واسود، صح؟ كل ده ممكن ان انا مقبول عندي بالرغم ان الكواليتي العاليه احسن، بس في الاخر ايه، في الاخر برضو لو انا قليت بالكواليتي الكلام ده مقبول، بنسميه انتليجبل، يعني في الاخر اعرف افهمه كويس. صحيح ان هو مش بكواليتي عاليه بس مفهوم، تمام. كان في اعتماد على الفكره بتاعت الريدندنسي. يعني ايه الريدندنسي؟ يعني دلوقتي لو انا جيت قلت لك ان دي شكل سحابه كويس، السحابه دي الباك جراوند بتاعتها بلو، وهي بقى ليفلز مختلفه من الوايت كويس، خلينا نقول حتى دي ان هي جرافيكس، وبالتالي فممكن يكون باك جراوند بلو تماما وتكون السحابه نفسها وايت تماما، خلاص. احنا بالريبريزنتيشن العادي بتاع السيجنال بتاعتي كنت هعمل ايه؟ كنت هريبريزنت كل بيكسل هنا، كل واحده منهم في 3 بايت، صح؟ صح شباب؟ انا وانا بتكلم على ايمج بقى كومبريشن، لو انا هتكلم على، خلينا اول نتكلم، لو انا قلت ان انا هعمل لوسلس كومبريشن كويس، هعمل لوسلس كومبريشن للايمج دي، ممكن اريبريزنت الكلام ده اقول ايه؟ اقول والله بص انت عندك ريبريزنتيشن تاني بيقول لو سمحت كرر لي البيكسل دي اللون بتاعها بلو، كرره لي مثلا بعدد الكولومز دول كله كويس كده، والبيكسل دي بلو، كررها لي لحد النقطه دي، وبعدين من هنا لهنا كررها، قول ان دي وايت، وبعدين من هنا لهنا خليها بلو كويس، فاكنها ران لينث انكودنج كويس. طيب ممكن بقى نعمل حاجه تانية، لو انا بتكلم على، لو احنا عايزين نفكر في القصه بتاعت اللوسي كومبريشن، بدل ما نتخيل ان دي جرافيكس خلينا نتخيل ان هي سحابه عاديه، تمام؟ سحابه عاديه فده وايت، مش وايت قوي كويس، ده وايت وفي different levels of the white and gray and blue، تمام؟ الالوان دي موجوده. هنعمل ايه؟ هناخد بلوك من هنا 8 في 8 تمام؟ البلوك ده الطبيعي ان هو فيه 64 بيكسلز، كل واحده منهم ريبريزنتد في 3 بايت، صح؟ احنا عملنا ايه في الجي بيج؟ حولتهم لدومين تاني في الدي سي تي دومين، برضو 64 كوفيشنز، بس معظمهم الماجوريتي عرفت ان انا بعد الكوانتايزيشن اخليهم زيروز بعد الكوانتايزيشن، صح؟ طيب انا هنا استفدت بحاجه، هو انا ايه اللي خلى دي، ايه اللي خلى الدي سي تي يبقى عامل الشكل ده؟ انتوا عارفين يا شباب لو كانت ال 64 في 64 بيكسلز دول كان شكلهم عامل كده، منقطين الوان مختلفه، انا عايزكم تعملوا التجربه دي كويس، خدوا كده 64 في 64 باتش كده كويس او ماتريكس، وحطوا فيها ارقام راندم، تمام، ارقام راندم، وبعدين اعملوها دي سي تي وشوفوا الدي سي تي كوفيشنز هيكونوا عاملين ازاي. انا وانا في الجي بيك كنت بتكلم على ان الدي سي تي كوفيشنز هنا هيكونوا الطبيعي ان هم هيكونوا متركزين في الحته دي، صح؟ لو احنا اخذنا صوره بالشكل ده وجيت احولها للدومين الثاني هلاقي الدي سي تي كوفيشنز بتوعها ليهم قيم، بصوا قلم جديد اهو مقفول علشان الناس كانت بتشتكي من القلم الاحمر المره اللي فاتت اهو، تمام؟ هتلاقوا القيم موجوده في كل كوفيشنز، هنلاقي القيم موجوده في كل كوفيشنز. طيب ليه؟ ليه؟ نقول ليه؟ بصوا لو احنا يا شباب بنتكلم، كنا على ان الفلسفه بتاعت الدي سي تي كانت ان احنا بنخلي القيم بتاعتنا في اللو فريكونسي، صح؟ كان الدي سي تي بيحاول يبوش الكوفيشنز ان هم يبقوا في اللو فريكونسي عن طريق ايه؟ عن طريق ان هو بياخد السيجنال ويروح عامل لها ايه؟ ميرورينج، صح؟ وبعدين ياخد دي سي تي للكلام ده كله، صح كده؟ او اسف دي اف تي للكلام ده كله،
وبالتالي فمفيش ابربت تشينجز، صح؟ طيب تخيلوا لو دي ما كانتش كده، تخيلوا ان دي كانت كده. ارقام ما لهاش اي علاقه ببعض. وجيت تعمل لها ميرورينج. السيجنال دي برضو في النهايه هيبقى ليها فيري هاي فريكوانسي. بس السيجنال دي برضو في النهايه هيبقى ليها فيري هاي فريكوانسي. طب امال انت ايه اللي كنت بتعمله فوق ده؟ كنت بتعمله فوق ده انك كنت بتستفيد ان طبيعه معظم السيجنالز اصلا طبيعتها معظم السيجنالز لو فريكوانسي سيجنالز طبيعتهم كده. بس اللي كان بيجيب لك هاي فريكوانسي كوفيشنز هي الفكره ان انت كنت بتاخد السيجنال بتاعتك في الدي اف تي العادي، تاخد السيجنال بتاعتك وتروح مكررها على طول، فبيحصل لك artificial abrupt change. يعني الاول لما كنتش بتعمل ميرورينج وبعد كده دي اف تي كان بيطلع لك ايه؟ ادي السيجنال اهي سموث خالص كويس، وبعد كده دي اف تي كان بيعمل ايه؟ بياخد السيجنال دي ويروح مكررها تاني. صح كده؟ بياخد السيجنال ويروح مكررها تاني. السيجنال الاصليه اصلا هل كان فيها اي تشينجز ابربت او حاجه؟ كانت اصلا لو فريكوانسي سيجنال، صح؟ انما اللي خلى يبقى فيها هاي فريكوانسي كومبوننتس هي ايه؟ الابربت تشينج اللي حصل نتيجه طبيعه الترانسفورم اللي انا بستخدمه. كويس؟ نتيجه طبيعه الترانسفورم اللي انا بستخدمه. انما لما جيت عملت دي سي تي وكررت دي لغيت الحته دي. انما لو كانت اصلا السيجنال بتاعتك اصلا راندم، كانت السيجنال بتاعتك راندم، ما كانتش حتى لو اخدت دي وكررتها عملت لها نفس القصه اللي عملتها هنا برضو هيطلع لك هاي فريكوانسي كومبوننتس. حلو؟ لان اصل السيجنال اصلا مش لو فريكوانسي. كويس؟ اصل السيجنال مش لو فريكوانسي. طيب الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه الاتي، ان انا بستفيد من هنا، بستفيد الفكره بتاعت ان انا وعندي سحابه هنا والسحابه دي في ال 8 في 8 بلوك الالوان متقاربه من بعض اصلا، يبقى طبيعه السيجنال اصلا هاي فريكوانسي ولا لو فريكوانسي؟ طبيعه السيجنال اصلا لو فريكوانسي. حلو كده؟ طيب السؤال بقى، هل محتاج في اللو فريكوانسي عشان تمثل ال 8 في 8 ماتريكس دي، هل محتاج بجد 64 بكسل؟ الاجابه لا. الإجابة في إن إحنا عرفنا ننقل الكلام ده الـ 64 بيكسل دول لدومين تاني، الفاليوز اللي في الدومين التاني اللي كان ليهم قيم بجد كانوا مثلا 10 فاليوز بس. كويس؟ اللي كان ليهم فاليوز في الدومين التاني كانوا 10 فاليوز بس، بقية الفاليوز كلهم الـ 54 فاليو التانيين كانوا قريبين من الصفار قوي. كويس؟ طيب يبقى أنا عندي دومين كان فيه 64 بيكسل 64 فاليو، اتنقل لدومين تاني في 10 فاليوز بس ليهم معنى، يبقى الدومين الاصلي ده كان فيه ريدندنسي ولا ما فيهوش ريدندنسي؟ كان فيه ريدندنسي. معناها ايه كلمه ريدندنسي؟ معناها معلومات زياده ملهاش لازمه. ده معنى كلمه ريدندنسي، معناها معلومات زياده ملهاش لازمه. طب انت عرفت منين ان فيه ريدندنسي؟ اصلا انا عرفت اخد الكلام ده اوديه لدومين تاني بريبرزنتيشن اصغر كتير قوي وعرفت ارجع مره ثانيه. يبقى الدومين الاصلي بتاعك اللي هو كنا بنسميه ايه؟ ده اللي هنا ده يا شباب بنسميه سبيشال دومين. جايه من السبيس. السبيشال دومين بتاعنا ده كويس؟ السبيشال دومين ما كانش ريبريزنتيشن افيشنت من ناحيه الكومبريشن. كويس كده؟ ده دومين مليان ريدندنسي. لو انت جيت اخدت باك جراوند كلها زرقاء، انت لو انت هتبعت الحاجات ان كومبريست هتبقى برضه ستيل 64 فاليوز ان كومبريست. لو انت اخدت ال 64 فاليوز دول وعملت لهم دي سي تي ووديتهم للدومين بتاعك، الدومين الثاني بتاع دي سي تي دومين، الدي سي دي يا شباب لو هي كانت دي سي بس في السبيشال دومين هتتحول لايه يا شباب في الدي سي تي دومين؟ فاليو واحده بس اللي هي دي سي فاليو واحده بس. يبقى انت كان عندك 64 فاليو عرفت تعمل لهم ريبريزنتيشن بايه؟ بفاليو واحده بس. لو كان في ليتل بيت اوف تشينج هتلاقي بدل ما تبقى فاليو واحده بس هيبقوا 3 4 فاليوز. التشينج يزيد بدل ما يبقوا 3 4 فاليوز هيبقوا 10 فاليوز. كويس كده يا شباب؟ يبقى القصه كلها ايه؟ القصه ان احنا
واحنا بنتكلم على اللوسي كومبريشن ان جنرال، يعني بنتكلم على الفكره بتاعه ريدندنسي. يبقى بحاول ان انا اشيل الريدندنسي اللي موجوده في السيجنال، ريبريزنتيشن ريدندنت ده، تمام؟ يبقى انا اتكلمت يا شباب على ان انا عندي حاجتين هنا، بيرسبشن دي نقطه بلعب عليها، النقطه الثانيه هي ريدندنسي. ده في الايمج كومبريشن اللوسي، تمام؟ واضحه الحته دي؟ طيب نتنقل بقى للحته اللي بعدها اللي هي الفيديو، كويس؟ احنا هناخد بقى ايه النكست ستيب. الفيديو عباره عن ايه يا شباب في النهايه؟ سيكونس اوف ايمجز، تمام كده؟ ايمج ورا ايمج ورا ايمج ورا ايمج بيظهروا لي كده ورا بعض، لما اجي اشوفهم ورا بعض بيظهر لي ايه؟ اكنه كونتينوس موشن، بالظبط كده، اكنه كونتينوس موشن، خلاص؟ انا عايز اكمبريس ده بقى كمان، ومهم جدا اكمبريس ده ليه؟ لان انت اصلا بتبعت العادي علشان عينك تبقى مرتاحه بتبعت 30 فريمز بير سكند. 30 فريمز بير سكند انكمبريسد بتاخد زي ما حسبناها قبل كده، بتاخد حجم ضخم جدا، كويس؟ وبالتالي فما فيش مفر غير ان انا ايه؟ اشتغل على الكومبريشن بتاعه. طيب ايه رايك يا شباب، ايه الريدندنسي اللي موجوده في الفيديو، الريدندنسي اللي موجوده في الفيديو اللي ممكن استغلها؟ واحد واحد يقول لنا، اتفضل. الصوره الاولانيه شبه الصوره اللي بعدها، ممتاز. الفريم اللي حوالين الشخص مثلا لو حد بيتكلم او حاجه، الفريم اللي حواليه مثلا لو حاجه زي نشره الاخبار بيبقى الفريم شبه ثابت، اللي هو اللي حوالين الشخص اللي بيتكلم. ممتاز. يبقى رجعنا برضو لنفس القصه اللي هي ان الحاجات شبه بعض اوريدي. يبقى انت عندك، هو باشمهندس اتكلم بقى في حته ايه؟ ان انت عندك ممكن يكون موفينج اوبجكت وعندك باك جراوند، صح؟ الباك جراوند ممكن تكون ثابته خالص من فريم لفريم، كويس؟ الموفينج اوبجكت يكون فيه ليتل بيت اوف تشينج، صح؟ صح شباب؟ طب هستفيد ايه من الريدندنسي دي؟ تبعت الحاجات اللي بتتحرك بس، فكره حلوه. لو انا كان عندي، نعم؟ تبعت الديفرنس ما بين فريم والتاني. طب خلينا نرجع نتكلم على قصه الديفرنس ما بين فريم والتاني. خلينا ناخد كده صوره، لو انا اخدت صوره بتاعت، خلينا نقفل هنا. صوره بتاعت نشره اخبار، كويس؟ ده فريم رقم ان ماينس 1 وده فريم رقم ان، حلو؟ تقريبا شبه بعض قوي، صح؟ الفرق ان المذيعه تتكلم حركه شفايفها، مفيش اكتر من كده، كويس؟ خلينا نقول هنبعت الفرق بين فريم والتاني. طب وبعدين؟ في الاخر برضو عندي ايه؟ ايه اللي هيطلع؟ ها؟ الله ينور عليك، الله ينور عليك، الله ينور عليك، برافو. باشمهندس بيقول ايه؟ بصوا يا شباب. اللي احنا بنتكلم عليه ده يا شباب هنسميه temporal redundancy. يعني جاي من التايم. redundancy موجوده في التايم. temporal redundancy. تمام؟ التيمبورال ريدندنسي ظريفه جدا. هو قال لك ايه؟ قال لك والله انت عندك نشره اخبار فيها واحد اهو بيتكلم، كويس كده؟ فاتح بقه اهو مبتسم. الفريم اللي بعده هيكون شبه ده بالظبط، كويس؟ هنا في الفريم الاصلي هنا كان في لوحه وكان في مش عارف ايه تاني، هنا كان في هنا ترابيزه اهي، شويه حاجات يعني، كويس؟ الفريم اللي بعدي هيكون شبه ده بالظبط، بس الفرق ما بين ده، ما بين الفريم ده والفريم ده، الباك جراوند هتفضل زي ما هي بالظبط، مش هيحصل فيها اي اختلاف. الراجل ده هيتحرك شويه، بدل ما هيكون مبتسم كده هيبقى عامل كده، ماشي؟
يبقى في الفريم الاولاني كان البق المنقط ده، في الفريم الثاني بقه بس اتغير خلاص. تبع مين ده شويه؟ طب ممكن خليه ماشي. هنطرح الاثنين من بعض عشان نتكلم ان احنا هنبعت الديفرنس، بس نطرح الاثنين من بعض ايه اللي هيطلع لنا؟ ممكن تقول ايه اللي هيطلع؟ دول زي بعض صح؟ يبقى هنا هيبان اي حاجه كده صفار، كله صفار. خلينا نتخيل ان كل الوش ده ما اتغيرش برده، الحته دي بس هي اللي هيكون فيها شويه تغييرات كويس؟ نتيجه الطرح اللي بينهم تمام؟ طيب هو بيقول ان احنا هناخد الفرق ده وهو اللي احنا نعمل ايه؟ نعمله جي بيج. هناخد الصوره دي ونعملها جي بيج ونبعت الصوره دي. واضحه القصه يا شباب؟ طب لما اجي اعمل دي اعمل لها جي بيج ايه اللي هيحصل؟ انت هتاخد بلوك ده 8 في 8 صح؟ اجي اعمل له دي سي تي، ده كله إيه؟ اصلا اسود صح؟ كله اسود، هي الباك جراوند ثابته. طرحت باك جراوند يعني خلاص كلها اصفار. لما تيجي الكلام ده توديه للدي سي تي دومين هتلاقي كل الكونفيشنز اصلا بصفار كويس. يبقى انت البلوكت كله على بعضه هتبعت اي او بي، مفيش كونفيشنز، هتبعت اي او بي بس خلاص تمام. يبقى انت كده عملت ريبريزنتيشن لكل ده بايه؟ بسيمبل واحد خلاص، اي او بي بس. وضحت يا شباب؟ طيب ماشي، دي قصه دي ممكن ان احنا نستفيد بيها. بس الناس اكشوالي في بدايه الشغل بتاع الفيديو كومبريشن كانت بتعمل كده كويس. في الستاندردز قديمه اظن كان اول واحد كان اسمه H261، كانوا بيعملوا ايه؟ بيطرحوا التو ايمجز من بعض ويروحوا باعتين الطرح ده كويس. عملوا بقى قصه ادفانسد، قالوا ده مش كفايه، تعالوا احنا خلينا نريبريزنت السيجنال بتاعتي اللي هي الفيديو بتاعي بشكل احسن، نحاول نفهمها بشكل احسن بحيث ان احنا نكمبرس اكتر كويس. فقال لك ايه؟ قال لك بص بقى، تعالى ناخد مشهد لكوره بتتشاط مثلا كويس. دي الكوره اهي، تمام؟ دي في الفريم رقم N، ودي الكورة مرة تانية بس في الفريم رقم ايه؟ N بلس 1 بالظبط كده. حلو؟ قال لك لا، ده انا بص انا هعمل حاجة بقى ظريفة جدا. انا مش هكتفي ان انا اطرح الاثنين من بعض. طب لو طرحت الاثنين من بعض ايه اللي هيحصل؟ A little bit of shift هنا خلى نتيجه الطرح، انا هرسم دي هنا تاني ماشي، خلى نتيجه الطرح بتاعت كل الحته دي كل ده صح، كل ده ما خلاهوش صفار كويس. هي اتحركت شويه فالشكل اتغير شويه، فخلى نتيجه الطرح مش كلها صفار. فلك انا هعمل ايه؟ انا هعمل بقى حركه في منتهى الخبيثه، اخر ذكاء بقى. قال لك انا هموديل الفريم رقم N بلس 1 ان هو ايه يا شباب؟ ايه رايكم؟ يا سلام عليكم. ان هو عباره عن في اجزاء منه ثابته كويس، في حتت منه ثابته وفي حتت منه موفينج كويس. فانا هعمل كده فريم رقم N اكنه بازل كويس، في حتت كده ثابته وحتت موفينج. انا هقول كل حاجه كانت ثابته في فريم رقم N باستثناء الجزء ده. لما تيجي تريبريزنت فريم عند الديكودر، تريبريزنت فريم N بلس 1، احنا الكلام ده كله هنتكلم فيه لسه ان ديتيلز، احنا بس بنفهم البيج بيكتشر. ها نفهم البيج بيكتشر وهنتكلم في كل التفاصيل دي. لما تيجي تريبريزنت الصوره اللي هي عند N بلس 1 هتعمل ايه؟ الديكودر عنده خلاص ديكودد فيرجن من صوره رقم N، هستقبل حاجه واحده بس، هستقبل ان هو يقول لي البلوك ده
ما اتحركش، والبلوك ده ما اتحركش، والبلوك ده ما اتحركش. واضح يا شباب؟ البلوك ده اتحرك، فانت مش هتبعت الصوره الجديده، انت هتبعت حاجه اسمها موشن فيكتور. تبعت حاجه اسمها موشن فيكتور، معناها ايه؟ معناها فاكر الكوره اللي في الفريم رقم ان، الكوره دي اتحركت ب2 بيكسلز يمين و3 بيكسلز فوق في الفريم رقم ان بلس 1. يبقى انا كديكودر ما استقبلتش شكل الكره الجديده كلها، انما استقبلت ايه؟ استقبلت الحركه بس. هي الكره دي اتحركت فين؟ واضح يا جماعه؟ واخدين بالكم الفرق في الكومبريشن هيكون عامل ازاي؟ انت ما عادش الصوره اصلا، ده انت قلت بس ان الصوره ايه؟ الصوره اتحركت. قلت بس ان الصوره اتحركت، تمام؟ فكره الموشن فيكتور دي كانت فكره بقى يعني ريفولوشنري. اتفضل. لا غير. ماشي؟ غير. بس هما الاثنين بنفس الروح، خلاص؟ يعني هما الاثنين بنفس الروح. فده يا شباب بنسميه موشن فيكتور، خلاص؟ ده بنسميه موشن فيكتور. واضحه؟ اتفضل. الصوره دلوقتي انا هعرف اجيبها منين بقى في الفريم اللي بعده؟ بصوا بقى، اخد باله من تفاصيل الناس بقى تسال نفسها. الصوره دي بعد ما اتحركت كان في وراها، كان في وراها باك جراوند ما كانش ظاهره، صح؟ يبقى انت لما قلت لي ان الصوره دي اتحركت فوق يعني يمين لفوق شويه، هتجيب الباك جراوند دي منين؟ ده سؤال محتاجين نجاوب عليه، كويس؟ طب حد عنده اي كوشن ماركس ثانيه؟ ممكن الايه؟ السكيل بتاعها ممكن تكون لفت سنه، صح كده؟ ممكن ما تكونش، ممكن جه عليها شويه تراب، اي حاجه يعني، يعني كويس؟ ما بقتش اكزاكتلي 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 زي ايه؟ الصوره اللي فاتت. يبقى انا محتاج ان انا هاندل القصص دي، بس محتاج هاندل القصص بتاعت حاجه ظهرت، كويس؟ افرض بقى مش بس كده، افرض الكاميرا راحت نقل لحاجه ثانيه خالص، انت كنت بتصور كوره يعني في الملعب وبعدين رحت ايه؟ نقلت المشهد لحاجه ثانيه خالص. يبقى انت كده بقى عندك صوره ثانيه جديده، كويس؟ يبقى انت خليني اقول ايه؟ احنا هنحاول ان احنا نستفيد من الريدندنسي على قد ما نقدر، ولما ما يكونش في ريدندنسي هنبعت الايمج كامل على بعض. واضح؟ يبقى كده في نوعين، خليني اقول بقى عندي كده نوعين من الايمجز موجودين. نوع ايمج كامله على بعضها مبعوته، ونوع ايمج ثانيه هي ريبريزنتد بايمج قبلي. ماشي؟ ريبريزنت بايمج قبلي عن طريق موشن فيكتور، وعن طريق شويه حاجات ثانيه علشان تجاوب على الاسئله بتاعت الحاجات اللي هي كانت مختفيه، صح؟ وبعد كده فجاه ظهرت دي، صح يا شباب؟ واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ حلو قوي. تعالوا بقى نجاوب على الكذا سؤال دول. اتفضل. نخليها تنفع تبقى 3 دي، بس هتبقى كومبلكسي عالي قوي. هتبقى كومبلكسي عالي قوي. ماشي؟ طيب خلينا نشوف، خلينا نشوف دلوقتي احنا ايه اللي هنعمله هنا. قبل ما نخش في القصه دي، خليني كده ادي ليتل بيت اوف باك جراوند عن حاجة كنت واخدتها في سنة تالتة، خلينا نرجعها مرة تانية. اسمها Differential Pulse Code Modulation. فاكرين الكلمة دي؟ طيب كنا بنقول ايه في الـ Differential Pulse Code Modulation؟ بنبعت ايه يا شباب؟ عارفين PCM صح؟ PCM احنا كنا بتجيلنا السامبل نعمل لها كوانتايزيشن، صح؟ نروح باعتينها كده، بقت السيجنال بدل ما كانت انالوج، كنا بنبعت انالوج زمان، بقينا نبعت ديجيتال سيجنال، كويس؟ ناخدها نبعت البيتس دول على طول، ونستفيد من كل الميزات للايه؟ للديجيتال سيجنال. بصوا كده، يمكن احنا وقتها مش متاكد يعني، ما ركزناش قوي على البلوك دايجرام بتاع الدي بي سي ام. ليه انا هشرحه هنا؟ لان هو
في قلب الفكره بتاعه التيمبورال ريبريزنتيشن او التيمبورال ريدندنسي اللي احنا بنحاول نستخدمها دي. لان هنلاقي ان احنا عندنا مشكله. الكلام اللي انا بقوله ده هيكون فيه مشكله حلها بنفس التكنيك اللي حلوها بيها في الـ في البي سي ام في دي بي سي ام. هنا بلوك دايجرام المعقد ده انا ضروري ان انا استخدمه علشان اعمل دي بي سي ام. هو دي بي سي ام معناها ديفرنشال بلس كود موديليشن. الكلام يعني العادي يعني بتاعنا ان احنا هنقول هنبعت مش هنبعت البلس نفسها انا هنبعت ايه الفرق بين البلس والبلس اللي ايه اللي قبلها صح كده. هنبعت الفرق بين البلس والبلس تروح تخسر وشك ماشي. هنبعت الفرق بين البلس والبلس اللي قبلها تمام. بس في بقى ايه في مشكله هنا في هنا مشكله. تعال نقول ايه المشكله. بص دلوقتي انا كان عندي بلس قيمتها 3.2 والبلس اللي بعدها كانت قيمتها 3.7 والبلس اللي بعدها كانت 4.1 والبلس اللي بعدها كانت 4.6 كويس. تعالوا نقول ان احنا هنعمل كوانتايزيشن بستيب 1 كويس كده. لما اجي اعمل كوانتايزيشن بستيب 1 ال 3.2 دي هتحول لكام؟ ل 3 بالظبط كده. 3.7 هتحول لكام؟ ل 4. ال 4.1 هتحول لكام؟ ل 4. ال 4.6 هتحول لكام؟ ل 5. حلو كده؟ انا عملت ايه؟ بعت دي اول واحده دي مفيش فرق بينها وبين اللي قبلها. بعت دي لمين؟ للريسيفر خلاص. فالريسيفر استقبلها 3. لو انا بي سي ام عادي هبعت للريسيفر 4 4 5 حلو. طيب دلوقتي انا رحت انا قلت هبعت الفرق دلوقتي من ايه ما بين السامبل والسامبل اللي قبلها صح. طيب السامبل دي قيمتها 3.7 السامبل دي قيمتها كام؟ 3.2. الفرق بينهم كام؟ خلينا نقول دي خليها 3.6 عشان الدنيا ما تعقدش. الفرق بينهم كام؟ 0.4 صح. الفرق بينهم 0.4 هعمل لها كوانتايزيشن بستيب 1. ال 0.4 لما اعمل لها كوانتايزيشن بستيب 1 ايه اللي هيحصل؟ هتساوي كام؟ زيرو. يبقى انا بعت هنا زيرو. الديكودر هناك اخد الحاجه اللي استقبلها قبل كده اللي هي الثلاثه هيديكود بقى صح؟ وهيجمع عليها الديفرنس اللي ما بين السامبل والسامبل اللي قبلها عشان يريكونستراكت السيجنال صح؟ طلع عنده كام هنا؟ الفاليو هي طلعت كام؟ 3 وهي كان اصلها كام؟ 3. كام؟ 6. حلو قوي. طيب تعالوا نبص على اللي بعدها. خلي دي 4.05 برضو علشان الفرق ما بين ال 4.05 وال 3.4 قد ايه هنا؟ ها؟ 0.45. لما اجي اعمل لها كوانتايزيشن تبقى قيمتها كام؟ زيرو. السيجنال هنا لما تبقى ديكودد هتبقى كام قيمتها؟ 3 بلس زيرو 3. حلو قوي. 4.51 نطرحها من ال 4.05 يطلع لنا كام؟ 5.46. 0.46 نيجي نعمل لها كوانتايزيشن هتبقى كام؟ زيرو. نجمعها على الثلاثه قيمتها كام؟ جميل قوي. ايه اللي بيحصل؟ السيجنال هنا كانت قيمتها 4.51 السيجنال الديكودد هنا قيمتها كام؟ 3 كويس. يبقى بيحصل هنا حاجه اسمها ايرور
accumulation. الايرو عمال يتجمع على بعضه، الايرو عمال يتجمع على بعض. طب هو ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل ده يا شباب؟ حد يقول لي ما احنا قلنا في سنه ثالثه والله هنطرح الفرقه بين البتاع واللي قبلها، خلص على طول ابعت الفرقه بينهم وهتشتغل ان شاء الله. ما هي ما اشتغلتش ليه؟ انا ما عملتش كوانتايز قبل ما ابعت الفرقه. عشان ما عملتش كوانتايز. ليه ما انت عامل كوانتايزيشن اهو؟ الايه؟ يعني انت عايز الاول تكوانتايز وبعد كده تعطي الفرق. طيب نعمل كده، خلينا نعمل كده. خلاص هنعمل ايه؟ هنكوانتايز الاول. كويس، دي 3.6 صح؟ فانت عايز تخليها الاول 4 صح، وتخلي دي 3. حلو، يبقى 4 ناقص 3 بكام؟ 1. بعدت هنا انا خلاص شايف خمسة دقيقة، بعتنا هنا وان، النتيجة بقت كام؟ 4. حلو، وبعدين 4 ناقص 4 0 صح؟ طيب هينزل لي هنا 4. طيب 4.51 دي هتترجم لكام؟ لخمسة. خمسة اطرحها من كام؟ من اربعة، يطلع لي 1 يطلع لي خمسة. احسن شوية، بس انا ممكن نطلع شوية اكزامبلز هنلاقي برضو انه هيحصل ايرور اكيوميليشن. كويس، سبق يمكن في الكيس دي احسن شوية. طب هي التركة فين؟ نعم، عشان بتعتمد على اول واحدة. لا مش، ما انت كده كده لازم تعتمد على اول واحده، كده كده لازم تعتمد على اول واحده. فكر اتفضل. الكوانتايزيشن هي بتاعت الدفع، كنت عايز تصغرها؟ لو صغرتها هيكون احسن، لو صغرتها هيكون احسن، بس برضه هيحصل ايرور اكيوميليشن. برضه هيحصل ايرور اكيوميليشن. عشان ايه؟ لا. انا لا، احنا هنعمل تكنيك مش هتحتاج فيه ريفرنس اصلا، هتحتاج اول واحده بس وخلاص. يعني انا ليه مثلا ما بعتش الديفرنس ما بين اول واحده واخدها بعد كده؟ يعني الديفرنس بيزيد، لان انت في الاخر كده انت اصلا عامل دي بي سي ام، لان انت حاطط اسامبشن ان الفرق بين كل سامبل واللي قبلها على طول قليل. لو انت عملت ما بين سامبل واللي قبلها بخمسه سامبلز هيبقى بيزيد صح، هتبقى بيتس اكتر. التركة هنا فين يا شباب؟ احنا لازم ناخد بالنا. اتفضل. المشكلة ان بيحصل ايرور اكيوميليشن. يعني ايه ايرور اكيوميليشن؟ يعني الايرور انا شفته كده من شوية، الاكزامبل اللي احنا عملناه دلوقتي ده هنا مش مبين قوي، بس الاكزامبل اللي فات الايرور عمال يزيد مع الوقت. بس الايرور عمال يزيد مع الوقت. طيب اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل الاتي، انا لازم اسال نفسي هو الديكودر عنده ايه كمان. يعني ايه الديكودر عنده ايه؟ انا في الاكزامبل الاولاني كنت بعمله كنت عمال اطرح الفرق ما بين السامبل الجديده والسامبل القديمه، القيمه الحقيقيه. بص انا عمال اطرح الفرق ما بين القيمه الحقيقيه من السامبل الجديده، من السامبل الجديده ناقص القيمه الحقيقيه من ايه؟ السامبل القديم صح. عند الديكودر هناك ايه اللي بيحصل؟ انا ببعت الفرق وبعدين الديكودر بياخد الفرق ده يجمعه على ايه؟ هل على القيمة الحقيقية من السامبل القديمة؟ لا، هو ما عندوش اصلا القيمة الحقيقية من السامبل القديمة، هو عنده كوانتايزد فيرجن منها صح، عنده كوانتايزد فيرجن منها. وبالتالي فهم عندهم تو ديفرنت ريفرنسز، واحد منهم بيطرح حقيقي من حقيقي والتاني بياخد حاجه كوانتايز يجمع عليها الفرق، فهما الاثنين شغالين بتو ريفرنسز مختلفين، فبيحصل دايفرجنس مع الوقت. كويس، هي دي الفكره. طب انا عايز ايه؟ انا عايز ايه؟ انا عايز ابعت الفرق، انا عايز الانكودر يبعت الفرق بيزد على
ريفرنس افيلبل عند مين؟ عند الديكودر. كويس، عشان نبقى احنا الاثنين شغالين سوا، احنا الاثنين انا ببعت لك حاجه وانت هتاخد الحاجه دي هتريكونستراكت بيز على نفس الريفرنس اللي انت شغال بيه معايا دلوقتي. واضحه يا جماعه الحته الفكره هتبقى فين دلوقتي؟ طيب عشان كده هنعمل البلوك دياجرام اللي قصادنا ده. يعني هعمل هنا، لو انا هترجم الكلام ده هنا، لو هترجم الكلام ده الاول هنا هعمل ايه؟ اخدت اول سيجنال عملت لها كوانتيزيشن بعت 3، هعمل ايه بقى؟ هقول حلو قوي، انا مش هعمل كوانتيزيشن الاول. ليه؟ مجرد ان انت عملت كوانتيزيشن الاول، لو انت اخدت السيجنال زي ما انت قلت عملت دي الاول كوانتيزيشن، فانت ضفت لها اوريدي ايه؟ ضفت لها نويز، صح؟ عملت كوانتيزيشن نويز، اضفت لها كوانتيزيشن نويز من غير ما نعمل اي حاجه. كويس، فانا هعمل ايه؟ هاخد السيجنال الجديده اللي هي 3.6 اطرحها من مين؟ مش هطرحها من 3.2، هطرحها من 3. اصل ال 3 موجوده عند مين؟ عند الديكودر. كويس، وبعد كده كوانتايز. حلو، وبعد كده كوانتايز، يبقى هنا 3.6 ناقص 3 يديني كام؟ يديني 0.6. اعمل لها كوانتايزيشن يطلع لي 1، صح كده؟ الريكونستراكشن هناك، الريكونستراكشن هناك هيبقى كام؟ 4. حلو، تعالوا بقى للسامبل اللي بعديها اللي هي قيمتها كام؟ 4.05. تمام، ال 4.05 دي يا شباب انا عايز ابعت ديفرنس، هبعت ديفرنس ما بين 4.05 وايه؟ وال 4. الله ينور عليك. وبالتالي يبقى كده ايه اللي هيحصل؟ الديكودر الانكودر لازم اكنه بيميوليت مين؟ يعني الانكودر لازم اكنه بيميوليت الديكودر، لازم يعرف هو الديكودر دلوقتي هيريكونستراكت ايه. كويس، وبالتالي فدلوقتي الانكودر عارف، الانكودر هنا عارف ان الديكودر دلوقتي عمل ريكونستراكشن لاربعه. لما تيجي لما تيجي تدور على ديفرنس، دور على الديفرنس ما بين السامبل الجديده ومين؟ والريكونستراكتد فيرجن من السامبل القديم اللي هي الاربعه. يبقى 4.05 ناقص 4 طلع لك كام؟ 0، اللي هي 0.05 اللي هي هتبقى تترجم ل 0، طلع لك هنا 4. طيب لما تيجي تطرح بقى 4.51 تطرحها ناقص كام؟ مش 4.05، تطرحها ناقص 4. كويس كده؟ 4.51 ناقص 4 يديني 0.51 اللي هي هتترجم ل 1، اللي هي في الاخر هيبقى هنا ايه؟ 5. كويس كده؟ الكونسيبت ده يا شباب بنسميه دايما ديكودر انسايد ذا انكودر. كويس كده؟ ديكودر انسايد ذا انكودر. البلوك دايجرام بتاعه هو اللي بيكون قصادنا هنا ده. خلي بالكوا هنا دي بي سي ام، دي بي سي ام بيلعب على الديفرنس بس ما بين ايه؟ ما بين السامبل والسامبل اللي قبليها. خلاص؟ طيب. يمكن هنا خليني الاول هرسم بلوك دياجرام للي احنا عاملينه ده، وبعد كده هشرح البلوك دياجرام اللي موجود هناك. اللي بيحصل هنا ايه؟ اللي بيحصل هنا ان انا عندي حاجه اسمها ام اوف كي. دي السامبل الحاليه. السامبل الحاليه الفكره الاساسيه ان انا عايز اطرحها من السامبل اللي قبليه. كويس؟ السامبل اللي قبليه كنت اتمنى تكون يعني اللي احنا كنا بنقوله من شويه ان هي ام اوف كي ماينس 1. بس احنا قلنا ان ده غلط. غلط ان انا اجيب ام اوف كي ماينس 1. ليه غلط اجيب ام اوف كي ماينس 1؟ لان السيجنال، لان الديكودر ما عندوش ام اوف كي ماينس 1، مش هيعرف يريكونستراكت السيجنال بتاعته. وبالتالي فبقول هنا لا، ده انا هجيب ام اوف كي ماينس 1 ريكونستراكتد. كويس، او هعملها كده انا كده عشان استخدم نفس الترمينولوجي ريكونستراكتد. كويس، هطرح الاثنين دول من بعض وهكوانتايز وهاخد الفرق ده واعمل له ايه؟ وابعته. كويس، ده كده هنسميه دي كيو اوف كي. الدي كيو اوف كي دي هعملها ايه؟ هعمل لها ايه؟ هعمل لها اكيوميليشن. هعمل لها اكيوميليشن. اكيوميليشن يعني ايه؟ يعني او خليني اقول عشان نرسم نفس الرسمه اللي هناك دي، اللي اول هعمل لها سميشن مباشر كده من هنا لهنا. طيب دي معناها ايه يا شباب؟
معناه ان انا اخدت علشان اطلع M of K minus 1 اللي هو reconstructed version، اخدت ال previous version اللي هي هتبقى هنا في الكيس بتاعتي دي، دي هسميها Z minus 1، ده معناها delay element، خلينا اقول ده delay. اخدت M reconstructed of K minus 2، اخدت ده زائد ده، الاثنين دول رحت مطلع ايه الحاجة اللي هتطرح في السامبل اللي بعدية. كويس شباب؟ طيب ال 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 هناك بقى ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل هناك؟ ده كده عند الكلام ده عند الانكودر. عند الديكودر ايه اللي هيحصل؟ عند الديكودر اللي هيجي لي هو دي اوف كي او دي كوانتايزد اوف كي. كويس؟ انا عايز اجمع عليها الحاجه اللي هناك دي اللي هو ام. هقول لكم دلوقتي دي اتفضل. ها ما دي هتبقى مشروحة هنا هي دلوقتي. ايه اللي حاصل هنا؟ اللي حاصل هنا ان انا اخدت دي اوف كي اللي جايه دلوقتي جمعتها على السامبل اللي فاتت الريكونستراكتد اللي فاتت، صح؟ طلعت لي مين؟ طلعت لي السامبل ريكونستراكتد دلوقتي، صح؟ طب انت عشان تعملي ريكونستراكشن لدي عشان تطلعي ام اوف كي ماينس 1، ايه علاقتها بالام اوف كي؟ انها ديليد فيرجن منها، صح؟ يبقى كده كل اكن كل السامبل اللي هنا هي متاخره عن الحاجه اللي تطلع هنا ب 1 سامبل. ماشي؟ طيب لو جينا نبص يا شباب، لو جينا نبص هنلاقي ان البلوك دايجرام ده هو الديكودر بالظبط. ده بالظبط. يبقى انا عملت ايه؟ بنيت الديكودر جوه الانكودر بحيث ان انا اعرف هو الديكودر دلوقتي هيطلع ايه. كويس؟ الديكودر دلوقتي هيطلع ايه وابني عليه. كويس؟ خلاص كده؟ عشان ما نبقاش شغالين بريفرنت ايه؟ ريفرنسز. واضح لحد يا شباب؟ الدي بي سي ام بقى في فيرجن منه مور ادفانسد. يعني ايه مور ادفانسد؟ هو قالك انا مش هقول، انا مش هطرح كل سامبل من السامبل اللي قبليه وخلاص، تمام؟ انا مش هطرح كل سامبل من السامبل اللي قبليه، انا هطرح كل سامبل من بريدكتد، دي اول مره نقول الكلمه دي، بريدكتد فيرجن من السامبل الحاليه. يعني ايه الكلام ده؟ بصوا لو انت عندك سيجنال كانت عامله كده دي 1.1 2.09 3.11 4.09 وهكذا. كويس؟ هو هيعمل ايه؟ هو مش هيطرح 2.09 او خلينا نبص على دي. كويس كده؟ هو مش هيطرح 3.11 من 2.09 بس، هو هيعتمد على السامبل اللي السامبل دي وممكن السامبل اللي قبلها واللي قبل قبلها. كويس كده؟ ان هو يبريدكت من اللي انا شايفه ده هي القيمه هنا. لو انا عملت لينير انتربوليشن مثلا، انا عملت انتربوليشن، القيمه اللي هي المفروض تبقى كام؟ نعم؟ لا مش افريج. انت لو انت عند لو انت بتعمل لو انت بتعمل اكسترابوليشن مثلا، كويس، فانت عارف دي سامبل كده والسامبل اللي بعدها كده والسامبل اللي بعدها كده، فاللي بعد بعدها غالبا هتبقى في نفس الاتجاه. كويس كده؟ ده بنسميها ريجريشن. كويس؟ دي بنسميها ريجريشن.
فالفاليو شكلها هتبقى لو انا عملت الايكويشنز بتاعتي هتبقى قيمتها 3.1 وهي في الحقيقه طلعت كام؟ 3.11 كويس كده. وبالتالي لو انت عندك بريدكتور كويس ده انت كده هتعمل احسن من لو انت بتاستمت لو انت اللي بتبعته هو الفرق بين السامبل الحالي والسامبل اللي فاتت. لو انت طلعت الفرق ما بين السامبل الحالي والسامبل اللي فاتت انت حاطط اسامبشن ان الفرق بينهم دايما صغير. فانا بقول لك ايه؟ لا انت ممكن تعمل احسن من كده. انت بتبص على السامبل اللي فاتت بس. بص على كذا سامبل قبلك واستمت قيمه السامبل الحاليه هتبقى عامله ازاي. وابعت الفرق ما بين القيمه الحقيقيه للسامبل الحاليه والبريدكتد فيرجن للسامبل الحاليه. طب البريدكتد فيرجن دي حاجه منين؟ من ايه يا شباب؟ من كذا سامبل سابقه. واضحه يا جماعه الحته دي؟ ده البلوك دياجرام بقى اللي بنتكلم عليه هنا. خلينا اكبره شويه. ثانيه واحده ايوه في سؤال اتفضل. بس انت في الستيدي ستيت دايما عندك ديتا يعني. فلو بتتكلم على سبيتش سيجنال مثلا تي بي سي ام ده كان معمول للسبيتش سيجنال اصلا. بتتكلم في سامبلز دايما صح؟ فانت هتعرف ان دايما عندك سامبل سيجنال بريفيوس سيجنال خلاص؟ بص يا شباب ركزوا معايا في الحته دي كويس. بصوا الحته دي بجد لو فهمتوها هيفرق معاكم جدا 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 في القصه بتاعت الفيديو كومبريشن على بعضها كده تمام؟ بصوا بقى ايه اللي بيحصل؟ ايه لا بص لا ما تسيبنيش ايه اللي بيحصل يا شباب؟ دي السامبل الحاليه اللي هي اوريجينال سامبل نمبر كام؟ نمبر كي خلاص؟ انا نفسي يا شباب اطرح السامبل الحاليه. بصوا بقى دي اسمها ما اسمهاش هنا ما فيش اندكس اسمه كي ماينس 1 اللي طالع هنا اسمه ام كيو تلتا اوف كي. دي معناها ايه هنا؟ معناها بريدكتد فيرجن لسامبل كي كويس كده. دي اوريجينال سامبل كي خلاص. طرحنا الاثنين من بعض طلع لي الدي اوف كي. الدي اوف كي عباره عن مين؟ ام اوف كي ناقص ام كيو تلتا اوف كي تمام. هنكوانتايز دي هيطلع لي دي كوانتايزد اوف كي. هي دي اللي هتتبعت بس كده. دي اللي هتتبعت فين الديكودر؟ تعال نشوف الديكودر هيشتغل ازاي. الديكودر هياخد الديفرنس كويس. انا خليني ده الديكودر اهو وبعد كده هنشوفه ان هو موجود في الانكودر. الديكودر اخد الكوانتايز ديفرنس اللي هو مبعوث من الانكودر للديكودر حلو. جمع عليه مين؟ البريدكتد فيرجن للسامبل الحاليه للسامبل رقم كي. يبقى الديكودر عمل بريدكشن والانكودر عمل بريدكشن. هما الاثنين ماشيين بنفس الريفرنس تمام. جمع الاثنين على بعض طلع لي ايه؟ طلع لي ام كيو اوف كي. مين ام كيو اوف كي دي؟ دي الديكودد سامبل اللي هي ذا ريزلت اوف ادينج الريسيفد كوانتايز ديفرنس اللي هو ده ها to the estimated to the estimate of the current sample. سؤال الاستيميت ده كان مبني على السامبلز الاصليه ولا السامبلز اللي طالعه من الديكودر؟ ايه رايكم؟ الاستيميت ده هيكون مبني على السامبلز الحاليه ولا السامبلز اللي طالعه من الديكودر؟ طبعا من ديكودر صح؟ بنفس المنطق اللي انا كلمته من شويه صح؟ ما هو لازم عشان هما الاثنين يبقوا ماشيين بنفس الريفرنس يبقى لازم هما الاثنين يعملوا بريدكشنز بانفورميشن موجوده عندهم هما الاثنين صح؟ الديكودر ما عندوش اي اكسس للفاليوز بتاعت السامبلز الاصليه
فمش هينفع يبني بريدكشن بيزد على مين؟ على السامبلز الاصليه. الديكودر هيبني بريدكشنز بيزد على مين يا شباب؟ على الريكونستراكتد سامبلز، صح كده؟ صح يا شباب؟ عشان كده الانكودر هو كمان وهو داخل له البريدكتور، وهو بيدخل له البريدكشن ده وانا بعمل بريدكشن، اللي داخل لي هو المين؟ سميت ايه دول؟ سميتهم ايه؟ الديكودد سامبلز. مش داخل لي خالص الاوريجينال سامبلز، البريدكتور ده مش داخل له الاوريجينال سامبلز، هو مش بيريكت بيز على الاوريجينال سامبلز، هو بيريكت بيز على مين؟ على الديكودد سامبلز اللي هم افيلبل عند مين؟ عند الديكودر. انا كمان بطلعهم على الانكودر عشان بريدكت بيز عليهم. واضح يا شباب الكلام ده؟ واضح الحته دي ولا لا؟ الحته دي عايزه تبقى مفهومه جدا، والله لو فهمتوها هتفرق معاكم في بقيه القصه كلها. واضحه؟ تعمل ليه بريدكتور على الديكودر؟ لان هو الانكودر بعت الفرق ما بين مين؟ بريدكتد فيرجن، صح كده؟ يبقى انا بعت الفرق ما بين السامبل الاصليه والبريدكتد فيرجن. انا عايز اجيب سامبل قريبه للسامبل الاصليه، هعمل ايه؟ هجيب بريدكتد فيرجن واجمع عليها مين؟ الديفرنس، صح؟ يبقى لازم الديكودر يكون عنده ايه؟ بريدكتد فيرجن هو كمان. هيا شباب اي اسئله في الحته دي؟ اي اسئله في الحته دي؟ طيب في بقى هنا مفاجاه، في مفاجاه في الكلام ده. ايه المفاجاه اللي في الكلام ده؟ المفاجاه اللي في الكلام ده ان جلا كويس بشويه ايكويشنز هنشوفهم هنا اللي احنا عاملينه ده كله. انا بخليه قبل ما اقول لكم المفاجاه، اللي بعمله ده هيطلع لي سيجنال حجمها اكبر ولا اصغر من لو عملت بي سي ام عادي؟ اصغر. لو احنا عملنا نفس، لو احنا استخدمنا نفس الكوانتايزيشن ليفلز زي ما عملت هنا، هنا غالبا اللي هبعته يا اما 0 يا 1 يا ماينس 1، يعني يا السيجنال زادت واحد يا قلت واحد، يفضل زي ما هي. كويس؟ وبالتالي فانا عندي ما بقاش عندي دايناميك رينج عالي. لو انت عندك دايناميك رينج عالي يبقى انت كده محتاج تريبريزنت سيمبلز اكتر. كويس؟ سيمبلز بيمثلوا الدايناميك رينج بتاع السيجنال بتاعتك كلها. لو انت عندك دايناميك رينج صغير يبقى مش محتاج يبقى انت خلاص انت بتمثل عدد قليل قوي من السيمبلز، فانا هديله بيتس قليل. كويس؟ او بنفس المنطق في الاخر غالبا الديفرنس ده كبير ولا صغير؟ غالبا صغير. لو انت اديت الارقام الصغيره هافمان كودز قصيره، الارقام الصغيره دي بتتكرر كتير هتاخد هافمان كودز قصيره، صح يا شباب؟ الهافمان كودز القصيره دي هتؤدي في النهايه ان الفايل سايز بتاعك ماله؟ صغير. انما لو انت بتتكلم بقى على سيجنال سبيتش سيجنال بقى ولا اي سيجنال عماله تزيد وتقل وتزيد وتقل وتزيد وتقل، لا ده الديستريبيوشن بتاع السامبلز سواء كبير او صغير تقريبا متقارب، تقريبا متقارب، بالتالي فمش هتعرف انك تحط بيتس صغيره في حته وعدد بيتس صغير في حته وعدد بيتس كبير في حته. واضحه يا شباب؟ اتفضل. ما هي بص احنا اللعبه كلها على ان السيجنال مش بيتغير بسرعه قوي. طول لو السيجنال بيتغير بسرعه يبقى هنا مش هيفرق كتير قوي. كويس؟ هيطلع لك اي بريدكشنز غلط، هتطرح السيجنال بتاعتك من بريدكشن بعيد عنها، هيطلع لك قيمه كبيره، هتبعت بقى ايه ديفرنس كبير وخلاص. كويس؟ انما اللعبه كلها ان السيجنالز اللي بنتعامل معاها هم عملوا الكلام ده اصلا على عشان السبيتش سيجنال. كويس؟ اللي بتبعت في التليفونات والسنترالات وكده. كويس؟ فاللعبه كلها ان السيجنال بتاعتك مش بتغير بسرعه. ماشي؟ لو جيت ترسمها هتلاقي لا مش بتغير بسرعه خالص. السامبلز قريبين من بعض جدا. قيمهم قريبه من بعض. And you can predict. واضحه؟ ايه بقى المفاجاه هنا؟ المفاجاه هنا ان لو انت استخدمت كوانتايزر بسيرتن ستيب للديفرنس، ماشي، واستخدمت نفس الكوانتايزر بنفس الستيب، لو انت كنت اشتغلت بي سي ام، ها واخدين بالكم انا هنا مش كوانتايزر ده بيبقى ديفايند بكوانتايزيشن ستيب، صح ولا غلط؟ لو انت استخدمت الكوانتايزر ده في الديفرنس
واستخدمت الكوانتايزر في البي سي ام، القيمه اللي هتبقى ريكونستراكتد اللي هي اسمها ام كيو اوف كي، اللي كانت نتيجه ايه؟ اللي كانت نتيجه ان انا اخدت الديفرنس ده الكوانتايز ديفرنس وجمعته على البريدكتد فيرجن. السيجنال دي اللي اسمها ام كيو اوف كي، بصوا هتساوي ايه؟ هتساوي اكني اخدت السيجنال الاصليه وعدتها على الكوانتايزر ده على طول. كويس؟ يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده على فكره كلام كبير قوي. ده معناه ايه؟ معناها ان الام كيو اوف كي اللي هتطلع لك في الاخر دي، انتوا فاكرين البي سي ام كنا بنشتغل بيه ازاي؟ يجيلك السيجنال تعمل لها كوانتايزيشن تبعت البيتس على طول، صح؟ هنا عملت سايكل قد كده كويس وبعت الكوانتايزد ديفرنس، كويس كده، على امل ان تطلع لي سيجنال هناك برضو يعني قريبه من السيجنال الاصليه. انا بقول لك ايه بقى؟ بقول لك بص، السيجنال اللي هتطلع لك هناك الريكونستراكتد دي هتبقى اكنها بالظبط اخدت السيجنال الاصليه وعملت لها كوانتايزيشن. طب ايه الفرق؟ فرق حضرتك ان انت لو كنت اخدت السيجنال الاصليه وعملت لها كوانتايزيشن هيبقى الدايناميك رينج بتاعك مهول، كويس، وبالتالي فهتبعت نمبر اوف بيتس كبير. دلوقتي باللوب اللي احنا عاملينها دي الديفرنس ده الدايناميك رينج بتاعه صغير جدا، وبالتالي فانت النمبر اوف بيتس اللي هتبعته ماله؟ صغير، بس كوانتايزيشن ايرور في النهايه هي بالظبط. فور ذا سيم كوانتايزيشن ايرور انت ايه اللي حصل؟ بعت بيتس اقل بكتير قوي كمان. يعني ايه يا شباب الكلام ده؟ بصوا الرسمه دي، لو احنا يا شباب كان عندنا اوريجينال سيجنال بالشكل ده، دول الليفلز بتوعها، كويس كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مش عارف 12 تقريبا ولا حاجه، تمام. بصوا السيجنال دي السيجنال الاصليه وده الدايناميك رينج بتاعها. لو دول الكوانتايزيشن ليفلز اللي انت بتكوانتايز عليهم، كويس، فلو جات لك السيجنال في اي نقطه من النقط دي، لو جات لك السيجنال هنا في النص هنا هتكوانتايز لفوق مثلا، صح؟ لو جات لك السيجنال هنا هتكوانتايز لتحت، تمام؟ لو جات لك السيجنال هنا هتكوانتايز للنقطه دي، صح شباب؟ معايا ولا ايه؟ طيب دول الكوانتايزيشن ليفلز بتوعك. لو انت اخدت كل سامبل وطرحت من السامبل اللي قبلك، اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان الدايناميك رينج بتاع الديفرنس سيجنال بتاعتك هيكون ماله؟ هيكون صغير قوي. لو انت استخدمت نفس الكوانتايزيشن ليفلز، كويس، علشان تريبريزنت دول كام ليفل في الاخر عشان يكفر كل الدايناميك رينج بتاعك؟ كام ليفل دول عشان الدايناميك يكفر الدايناميك رينج بتاعك؟ هنا 4، هناك كان 12، كويس. يبقى انت هنا محتاج 2 بيتس بس عشان تمثل الديفرنس، هناك كنت محتاج 4 بيتس عشان تمثل القيمه بتاعت السيجنال، كويس كده. مره ثانيه ما خسرتش كوانتايزيشن نويز خالص، ما خسرتش اي، مفيش نويز اضافه زياده. هي القصه كلها كانت بدل ما تبعت السيجنال نفسها عملت بريدكشن وبعت الديفرنس. واضح يا شباب؟ واضحه الحته دي ولا لا؟ واضحه للناس كلها؟ واضحه عندك؟ مش واضحه؟ طيب ايه انهي حته مش واضحه بالظبط؟ الحته دي؟ طب سؤال، احنا متفقين ان لو عندك سيجنال ليها دايناميك رينج كبير وسيجنال ثانيه ليها دايناميك رينج صغير ونفس الكوانتايزيشن ليفلز، كويس؟ سيجنال عندك الدايناميك رينج بتاعها بيتغير مثلا من ماينس 127 ل 128، يعني كلهم 256 فاليو، 256 فاليو كوانتايزيشن ستاب واحد. عشان تريبريزنتي حاجه زي دي محتاجه 8 بيتس، صح؟ لو انت بقدره قادر السيجنال دي كنت اخدتي كل سامبل وطرحتيها من السامبل اللي قبلها او بريدكتد فيرجن منها ولقيت ان الفروقات دي عمر الفرق ما بيزيد عن مثلا من ماينس 3 ل 4، يعني في الاخر كلهم على بعض 8 فاليوز،
كويس كده، واستخدمتي نفس الكونديشنال السب اللي هي كام؟ 1. طب 8 فاليوز عايزه تعمليها بريزنتيشن محتاجه كام بت؟ 3. 256 فاليو محتاجه كام بت؟ 8. اللي انا بقوله لك هنا ايه؟ ان انت اللي هتبعتيه كان بي ريبريزنتد ان 3 بتس بس، والسيجنال الاصليه المفروض كانت محتاجه كام بت؟ 8 بتس. يبقى انت كده عملتي كومبريشن كبير ولا لا؟ عملتي كومبريشن كبير. اللي بقوله لك بقى كمان ان اللوب اللي احنا عملناه دي كلها وحطينا الديكودر جوه الانكودر والكلام ده كله اهو، انا مهتم في الاخر بايه؟ بالكونتيشن ايرور. يعني ايه كونتيشن ايرور؟ يعني انا عندي السامبل كانت حقيقيه كويس، كان قيمتها 8.1 عند الترانسميتر او عند الانكودر، داخل عند الانكودر عملت لها انكودنج وبعتها او بعد كده عملت لها ديكودنج، انا مهتم ان الكونتيشن ايرور بتاعي يفضل صغير 8.1 تبقى تترجم ل 8 ما تترجمش ل 6. كويس كده؟ اللي بقوله ان الكونتيشن ايرور هيبقى هو بالظبط، سواء اخدت السامبل الاصليه وعملت لها كوانتايزيشن او ايه؟ او عملت بعت الديفرنس. واضح يا شباب التركه فين هنا؟ واضح؟ واضح؟ واضح عندك؟ شباب واضح ولا لا؟ واضح؟ لو مش واضح قولوا لي. ارجوكم. بتبعت الديفرنس ما بين ايه؟ السامبل الاصليه وايه بس كده. صح صح. يبقى ايه المعلومه اللي بقولها هنا ايه؟ بس عشان ااكد على المعلومه اللي انا بقى عايز ااكد عليها، ان بالطريقه اللي احنا بنتكلم عليها دي لو استخدمنا نفس الكونتيشن ستاب اللي كنا لو هنستخدمها في البي سي ام العادي هيطلع لنا نفس الكونتيشن نويز. طب ايه اللي استفدناه؟ استفدنا ان الدايناميك رينج بتاع السيجنال اللي انا ببعتها اقل بكتير قوي دلوقتي. طب ده هيترجم لايه؟ هيترجم ان النمبر اوف بيتس اللي هيتبعت هيبقى اقل بكتير قوي، والكونديشن نويز مش هتغير خالص. واضحه الحته دي؟ طيب طب إيه؟ تعالوا بس كده نشوف اثبات الكلمتين دول ايه، اثبات الكلام ده ايه. بص ال دي اوف كي اللي هو الديفرنس ده كان عباره عن ايه؟ عباره عن الفرق ما بين السيجنال الاصليه والايه؟ والبريدكتد فيرجن منها. حلو كده؟ طيب ان جنرال احنا قلنا الدي كيو، الدي كيو ايه الدي كيو ده؟ عشان بس نبقى ده الفرق اهو وده الكوانتايز فيرجن منه. الدي كيو بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن السيجنال اللي قبل الكوانتايزر، الايفكت بتاع الكوانتايزر ان هو اكنه بيضيف حاجه اسمها كوانتايزر نويز. صح؟ صح يا شباب، ده الايفكت بتاع الكوانتايزر اكنه بيضيف كوانتايزر نويز. يعني لو دخل له 8.1 هيطلع 8، اكن في نويز قيمتها ماينس 1 او ماينس 0.1 اضافت عليا. صح كده يا شباب؟ طيب تعالوا بقى نبص على الكلام ده. الريكونستراكتد فيرجن، الريكونستراكتد فيرجن عند الديكودر هي عباره عن ايه؟ عباره عن السيجنال المبعوثه، السيجنال المبعوثه اللي هي عباره عن مين؟ الكوانتايزد فيرجن من الديفرنس. شباب ركزوا معايا في الحته دي ارجوكم. شباب ركزوا معايا. ركزوا معايا. ركز معايا الله يخليك. طيب الريكونستراكتد فيرجن دي تمام، دي هيجي فيها سؤال في الامتحان خلاص عشان واضحين. ماشي. الريكونستراكتد فيرجن دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن السيجنال اللي مبعوثه زائد مين؟ البريدكتد فيرجن من السيجنال بتاعتي. صح. تعالوا نفكها. السيجنال اللي مبعوثه اللي هي الكوانتايزد فيرجن من الديفرنس هي عباره عن الديفرنس زائد الكوانتايزيشن نويز. صح ولا ايه؟ صح. طيب الديفرنس ده هو عباره عن ايه اصلا؟ الديفرنس ده هو عباره عن السيجنال الاصليه ناقص ايه؟ البريدكتد فيرجن. يبقى ادي السيجنال الاصليه ناقص البريدكتد فيرجن، رحت شلت دي مع دي طلع لي ان الريكونستراكتد فيرجن من السيجنال بتاعتي عند الديكودر
هي عباره عن ايه؟ عباره عن السيجنال الاصليه زائد ايه؟ كونديشنال نويز. بصوا هو كونديشنال نويز ده كان هتحط على ايه هنا اصلا؟ هتحط على ديفرنت سيجنال. مشيت ورا الايكويشنز لقيت اكن الكونديشنال نويز دي دايركتلي اتضاف على مين؟ السيجنال الاصليه بتاعتي. كويس؟ اكن كل اللي انا عملته ده كل ده ملوش قيمه، مش هيفرق معايا في كونديشنال نويز خالص. كويس؟ اكني اخدت السيجنال ضفت عليه كونديشنال نويز وبعتها. الفرق الكبير بقى فين؟ ان الدايناميك رينج بتاع السيجنال دلوقتي اللي بتتبعت بجد بقى اصغر بكتير من ايه؟ سيجنال اصلي. ايه التريكه اللي احنا بنقولها هنا؟ ايه القصه اللي احنا بقى بنقولها هنا؟ ايه المسج الاساسيه؟ المسج الاساسيه حاول على قد ما تقدر تصغر الدايناميك رينج بتاع ليه؟ بتاع السيجنال انت عايز تبعتها. اتصرف، اتشقلب، اعمل اي حاجه عشان تعمل ايه؟ تصغر الدايناميك رينج بتاع السيجنال اللي انت ايه؟ انت هتبعتها. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان لو سمحت لو انت هتديكود هتستخدم واحد من الديكودرز او واحد من الانكودرز اللي بيعتمد على previous version من السيجنال، وانت بتتكلم على previous version ده ما تاخدش previous version الاصليه، خد previous version اللي الديكودر شايفها. كويس؟ دي مسج اساسيه. كويس؟ لازم تكون واخد بالك ان الريفرنس بتاعك عند الانكودر وعند الديكودر يكون ايه؟ واحد، الاثنين زي بعض، الاثنين زي بعض. واضحه لحد دلوقتي؟ واضحه القصه لحد دلوقتي؟ طيب خلينا نكمل ماشي عشان الكلام كله يبقى ايه. خلينا ناخد بريك كده واحنا قاعدين دقيقتين ندردش نقف يعني نفسح نعمل اي حاجه. كويس؟